الظهيرة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. السؤال الذي يطرح نفسه هو توقيت هذه الحملة الظالمة على سوريا. سوريا تتهم تركيا بمد المسلحين بالأسلحة الكيميائية، وموسكو تنفي استخدام دمشق مثل هذه الأسلحة، والأمم المتحدة تشدد على تقصي الحقائق قبل الاتهام. الجيش السوري يحكم سيطرته على تلال الحاكمة غرب دير الزور، ويحبط هجمات المسلحين بريف اللاذقية الشمالي. القوات العراقية تحرر حي اليرموك في الساحل الأيمن للموصل. والميادين تواكب عملية الحشد الشعبي لتحرير ريحانية غرب المدينة. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية دهس في الضفة الغربية نفذها فلسطيني اعتقله الاحتلال. وفي الظهيرة، بعد 20 عاما من كمين المقاومة في أنصارية، جنود إسرائيليون ناجون يروون المعركة كانت من أكبر الكوارث على إسرائيل. نفت دمشق اليوم نفيا مطلقا استخدامها الأسلحة الكيميائية في أي مكان في سوريا، وتساءل وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن توقيت هذه الحملة التي تتعرض لها بلاده على خلفية الهجوم الكيميائي الذي وقع في خان شيخون، وأشار إلى أن داعش والنصرة خزنوا واستخدموا الأسلحة الكيميائية في تلك المنطقة وغيرها من المناطق السورية. كما أضاف في مؤتمر صحفي في دمشق أن الحكومة السورية أبرقت إلى مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الدولية بشأن إدخال المسلحين المواد الكيميائية من العراق وتركيا. أؤكد لكم مرة أخرى أن الجيش العربي السوري لم ولن وسوف لم يستخدم هذا النوع من السلاح، ليس ضد شعبنا وأطفالنا، بل حتى ضد الإرهابيين الذين يقتلون شعبنا وأطفالنا ويعتدون على الآمنين في المدن من خلال قذائفهم العشوائية. المعلم أكد أن تركيا تآمرت على سوريا منذ اندلاع الأزمة وما زالت تتآمر عليها، كما أشار إلى أن دمشق أعلمت الأمم المتحدة بأن أنقرة لم تتوقف عن إرسال الإرهابيين إلى الأراضي السورية ومدهم بالسلاح والمواد الكيميائية. يعني معروف أن تركيا دولة متآمرة على سوريا منذ اندلاع الأزمة منذ 6 سنوات، وهي لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء يضر بسوريا وبالمواطن السوري. ونحن أعلمنا الأمم المتحدة حتى عن مواد كيميائية دخلت من تركيا إلى الإرهابيين في سوريا، وفي شرق حلب بالتحديد هناك تم الكشف عن ورش تابعة لجبهة النصرة تحتوي تجهيزات تصنيع مواد كيميائية في القذائف التي يستخدمها. وأشار المعلم إلى أن العراق وسوريا يواجهان عشرات التنظيمات المسلحة كداعش والنصرة في معركتهما لمواجهة الإرهاب. وكشف أن سلاح الطيران السوري نفذ عدة طلعات جوية في العراق وعلى الحدود مع سوريا لضرب المسلحين ومنع تقدمهم. في بداية هجوم داعش على الموصل، الطيران السوري قام بعدة طلعات جوية داخل الأراضي العراقية. مؤخرا وبالتنسيق مع الحكومة السورية قام الطيران العراقي بطلعات جوية في منطقة البوكمال. ومن العاصمة السورية دمشق تنضم إلينا مديرة مكتب الميادين ديما نصيف. ديما، يعني يعتبر هذا المؤتمر الصحفي كسباق لجلسة مجلس الأمن المخصصة بشأن
ما حدث في خان شيخو بعد ساعات، هل يعتبر ذلك يعني كرد الرد السوري على هذه الجلسة، وهو التبرير أيضا السوري والرواية السورية حول ما جرى في خان شيخو، وأيضا قبل ساعات من انعقاد هذه الجلسة؟ كيف تبدو الأجواء، وهل من مواقف إلى جانب موقف الخارجية السورية برز حتى الساعة بخصوص هذا الموضوع؟ يعني بداية طبعا وزير الخارجية وليد المعلم اعتبر بأن عقد المؤتمر بحد ذاته هو الرد الأول على كل هذه الحملة التي أسماها بالحملة الظالمة على سوريا. طبعا يعني وليد المعلم وضع الإطار الأساسي والممنهج إن صح التعبير للرواية الرسمية السورية حول ما حدث في خان شيخون، لجهة أولا توقيت الغارة بأن الجيش السوري في أول طلعاته الجوية كانت عند 11 صباحا، فيما كانت تنسيقيات المسلحين تقول بأن القصف استهدف يعني ضحايا خان شيخون في 6 صباحا، إلى جانب طبعا الكثير من المعطيات التي تم تقديمها من قبل الجانب الروسي إلى مجلس الأمن، أو حتى الذي قدمته سوريا إلى مجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. طبعا ناهيك عن أن يعني غير المعطيات الطيران وحركة الطيران التي تستطيع الأقمار الصناعية أن ترصدها بشكل دقيق جدا، إلى جانب بأن سوريا لا تمانع من وجود لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة شريطة أن لا تكون مسيسة، وأن تنطلق من مساحة جغرافية واسعة، وأن تنطلق من دمشق وليس من تركيا، كي لا تحمل في طياتها ما يعني أي نتائج أو يعني أسباب تكون مرضية للجانب الذي تعتبره دمشق معاديا لها. وقال بأن تاريخ دمشق مع لجان التحقيق لم يكن جيدا، لأنها يعني تصل إلى نتائج معينة وعندما تذهب إلى بلادها تخرج بمعطيات أخرى. لذلك اليوم تم تقديم الرواية الرسمية، واضح بتقديم هذه الرواية وبأن سوريا أيضا استبقت هذه الضربة أو كانت قد قدمت تقارير للأمم المتحدة بأن هناك مواد سامة ومواد كيميائية تصل إلى المجموعات المسلحة من العراق إلى سوريا أو حتى عبر تركيا إلى الأماكن التي تسيطر عليها النصرة، وبذلك وإن لم تكن هي ربما يعني معطيات كافية بالنسبة لدول مجلس الأمن الذي سينعقد اليوم أيضا من أجل التصويت على القرار، لكن إلى حد ما تعتبر دمشق بأنها قدمت كل ما هو مطلوب منها، إلى جانب طبعا بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت بأن دمشق قامت بما هو مطلوب منها في منتصف العام الفائت، وانضمت دمشق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب هذا القرار وبموجب هذه التقارير يعني بطبيعة الأحوال. طبعا يعني التوقعات والمؤشرات إن يعني إذا بدك يعني حتى الأجواء هنا، أن هناك يعني لا شك بأن الحليف الروسي سيقف في وجه هذا القرار إن ذهب إلى التصويت اليوم، وربما سيكون هناك فيتو روسي على هذا القرار، لأنه أيضا بالمقابل موسكو قدمت قرارا أو مشروع قرار لا يلزم الحكومة السورية بإمكانية أن تدخل في عملية لجنة التحقيق. ربما يعني نحن بانتظار جلسة مجلس الأمن لمعرفة ما إلى يعني إلى ماذا ستصل في هذا القرار الدول التي صعدت ضد سوريا بموجب مجزرة خان شيخون، لكن بطبيعة الأحوال تبدو يعني دمشق بكل المعطيات والمؤشرات والتقارير التي رفعتها، وكأنها تعرف بأن يعني إن لم يكن لصالحها ما سيذهب إليه مجلس الأمن أو حتى الفيتو الروسي، لكن على الأقل هي لم تتورط في هذا العمل، ليس فقط بالتأكيد عبر الخارجية السورية أو حتى يعني بيان القوات المسلحة السورية، وإنما أيضا بالمعطيات والمؤشرات الميدانية. وبانتظار أيضا إذا ما كان سيكون هناك لجنة تحقيق قد تذهب إلى الأرض وتحقق بشكل حيادي وموضوعي في أسباب وصول المواد الكيميائية إلى هؤلاء المدنيين أو تنشقهم لها. إذن ديما نصيف مديرة مكتب الميادين في دمشق، شكرا جزيلا لك. في غضون ذلك حذرت روسيا من التقييمات المتسارعة لما حدث في مدينة إدلب السورية لعدم وجود معلومات واقعية وموثوقة عند أي شخص بما في ذلك الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن دمشق لم تستخدم السلاح الكيميائي. وأعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بوسكوف أعلن أنه من الضروري اتباع نهج أكثر حذر وأكثر أو أكد أن ما حدث هو جريمة خطيرة وبشعة جدا، لكن روسيا لا تدعم التهم المتسارعة
والتي ليست لها أساس من الصحة. في غضون ذلك، شدد مستشار المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية إلى سوريا يان إيجلاند على أولوية تقصي الحقائق حول خان شيخون، لأن هناك تقارير كثيرة متضاربة عما جرى فيها. وفي تصريح صحفي له، طالب إيجلاند بهدنة لمدة 3 أيام في الغوطة الشرقية من أجل مساعدة المدنيين في المناطق التي تشهد معارك، كما أضاف أنه هو بانتظار الموافقة على خطة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية المحاصرة. هناك 5 ملايين مدني سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة وإلى إخراجهم من مناطق التوتر والنزاع. تمكنا من مساعدة 250,000 مدني من أصل 5 ملايين، والسبب في ذلك هو المجموعات المسلحة المدعومة من قوى خارجية والتي تعمل على تخريب ومنع إيصال هذه المساعدات مقابل محاصرتها واستهدافها للمدنيين وللمرافق الصحية والطبية بالقذائف والمواد الكيميائية. وكانت حملة من المواقف الدولية قد انطلقت لاتهام دمشق بالهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون في ريف إدلب شمال سوريا. التفاصيل مع ملك خالد. تلاقت المواقف الإسرائيلية والتركية حول ما حدث في خان شيخون في محافظة إدلب السورية. كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اهتزاز ضمير العالم لمرأى صور الضحايا ترجم اجتماعا مزمعا للمجلس الوزاري المصغر يبحث خلاله تعميق العمل في سوريا وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دارون قد تحدث عن أن تدخل إسرائيل في سوريا يجب أن يتم بصورة هادئة وذكية. أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد اعتبر أن الرئيس السوري بشار الأسد هو المسؤول عن الهجوم الكيميائي في المدينة. بالطبع سنعالج الجرحى في مستشفيات تركيا، نحن نفعل ما بوسعنا، لكن ذلك ليس كافيا. أنا حزين بصفتي أبا، هؤلاء أطفال وإخوة ووضعهم يجرح القلب. وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وحده من الإدارة الأمريكية حمل الجيش السوري مسؤولية الهجوم الكيميائي على خان شيخون، متقاطعا بذلك مع الأتراكي والإسرائيليين. لا شك في أن النظام السوري تحت قيادة بشار الأسد مسؤول عن هذا الهجوم المروع. نعتقد أن الوقت قد حان ليفكر الروس مليا في دعمهم المتواصل لنظام الأسد. نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قال إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في أعقاب الهجوم الكيميائي، وهو أشار إلى أن واشنطن تتطلع لاتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارات جدية حيال الأمر. أما وزير الدفاع جيمس ماتياس فقد أكد أن الهجوم شنيع لا يمكن تقبله أو التساهل معه، داعيا إلى التحقق من مرتكبي هذا الهجوم ومحاسبتهم. من جهتها أكدت باريس أن الأولوية هي للدبلوماسية. وزير خارجيتها جون مارك إيرلوت قال أن الأولوية هي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي وإعادة بدء مفاوضات السلام في جنيف. إيرلوت شدد على عدم التأهب للحرب بحجة أن الرئيس الأمريكي ربما غلى الدم في عروقه، في إشارة إلى كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تغير قريب في تعامل بلاده مع سوريا لم يحدد ماهيته. وبالتوازي يستعد مجلس الأمن للتصويت اليوم على قرار جديد بشأن سوريا، وقد طرحت روسيا مشروع قرار يدعو إلى التحقيق في الهجوم الكيميائي في إدلب شمال سوريا. يأتي ذلك بعد إخفاق الدول الغربية في تمرير قرار ضد سوريا في المجلس على خلفية ما جرى في خان شيخون. التفاصيل مع نزار عبود. في مطلع الأسبوع وصفت مندوبة الولايات المتحدة نيكي هيلي الرئيس السوري بشار الأسد بمجرم حرب، وبعدها بيوم واحد قدمت مع فرنسا وبريطانيا مشروع قرار يمهد لتثبيت الاتهام بناء على حادثة بلدة خان شيخون. مشروع القرار يفرض وضع القواعد الجوية السورية تحت التفتيش واستجواب الضباط السوريين من قبل محققين دوليين، واتهمت روسيا بعرقلة السلام في سوريا والحكومة السورية باستخدام غازات سامة حتى بعد التحقيق، ووجهت تهديدات علنية لروسيا. إذا عادت روسيا لأساليبها القديمة بالدفاع عمن لا يمكن الدفاع عنه،
لن نتهاون. ستواصل بريطانيا وحلفاؤها السعي للعدالة لضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا وخارجها. إن الغاز الذي ألقي من الجو يدل على فظاعة العمل. لو تحملت روسيا المسؤولية لما بقيت أسلحة لدى النظام لاستخدامها. الصين وروسيا انتقدتا هذه التهديدات، وردت روسيا على بريطانيا بأن لديها عدة خطط للحل، الأولى محاربة الإرهاب والثانية إجراء تحقيقات نزيهة لا تعتمد على أصحاب الخوذ البيضاء أو على المرصد السوري المقيم في لندن، واتهمتهما بتلفيق الأدلة والتستر على الجماعات الإرهابية التي استخدمت الأسلحة الكيميائية في سوريا كما في العراق. مزاعم بريطانيا غير مسؤولة ولا تراعي الاحترام. إنك تضع الضغوط على آلية التحقيق، وهذا مناف للأصول الدبلوماسية، ولن نستمع إليك. أنت تريد تغيير النظام وحسب، وهذا الهوس يعطل عمل مجلس الأمن الدولي. سوريا ربطت بين توقيت الهجوم بالغازات السامة وبين موعد عقد الجلسة في المجلس، واتهمت دولا بالتنسيق مع المجموعات الإرهابية من أجل إعادة الملف الكيميائي إلى نقطة الصفر. يؤكد أن أطرافا بعينها داخل هذا المجلس ومعها تركيا ودول أخرى داعمة للإرهاب ستستمر في ممارساتها المسيسة والخطيرة التي تهدف إلى الإساءة لحكومة بلادي وابتزازها وحلفائها في حربهم على الإرهاب. ولم يطرح مشروع القرار على التصويت بانتظار مراجعته مع الدول الأعضاء. يتساءل المراقبون عن مغزى هذا التمرين الدبلوماسي طالما أن نتائج الجلسة كانت معروفة مسبقا. أهو من أجل تبرير عقوبات اقتصادية أو عمليات عسكرية أحادية الجانب، أم هو فقط من أجل رفع معنويات المجموعات المسلحة التي تواجه هزائم متلاحقة على الساحة السورية؟ نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وجهة نظره تجاه سوريا والأسد تغيرت كثيرا. وخلال استقباله الملك الأردني عبد الله الثاني شدد على أنه لن يبوح بنواياه المقبلة في سوريا أكثر من ذلك. من جهته شدد الملك عبد الله الثاني على الحل السياسي في سوريا. احتل الهجوم الكيميائي في سوريا اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالملك عبدالله في البيت الأبيض، لقاء استغله ترامب لإطلاق وعود بالرد وإن لم يفصح عنها، ومناسبة لتجديد الهجوم على إدارة سلفه أوباما لما اعتبره ضعفا وترددا في إيجاد حلول للأزمة هناك طيلة سنوات مضت، بالإضافة إلى التذكير بالاتفاق النووي مع إيران الذي لطالما كان ترامب يصفه خلال حملاته الانتخابية بالسيء. أستطيع أن أقول لكم أن الهجوم على الأطفال كان له تأثير كبير علي، وأقول أن هذا الحدث قد غير موقفي تجاه سوريا والأسد كثيرا. الملك الأردني وجد في رئاسته للقمة العربية مناسبة للتحدث مع ترامب باسم العرب حول القضية الفلسطينية، وجدد التأكيد أن مبادرة السلام العربية فرصة لمصالحة تاريخية بين إسرائيل والفلسطينيين. مشاركة الرئيس المبكرة في الجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين كانت علامة مشجعة للغاية لنا جميعا. إن مبادرة السلام التي طرحتها الجامعة العربية تعرض مصالحة تاريخية بين إسرائيل والفلسطينيين. الملك عبد الله حصل على وعد من ترامب بمعالجة الضغط الاقتصادي على الأردن المتعلق بملف اللاجئين السوريين من خلال التأكيد على استمرار المساعدات الأمريكية لبلاده. فالأردن بنظر ترامب رأس حربة في مكافحة الإرهاب الذي يمثل أولوية لإدارته، والتحركات لتدمير داعش والمنظمات الإرهابية وبشهادة عربية من زوار البيت الأبيض تصاعدت في الأسابيع الستة الماضية أكثر مما شهدته الإدارة السابقة بكاملها، يقول الرئيس الأمريكي. يعول الملك عبد الله على تعزيز الدعم الأمريكي ورعاية إدارة ترامب لدور أردني فعال في الملفات الإقليمية الساخنة الذي يشكل مظلة للأمن والاستقرار الداخلي لبلاده. محمد كريم، واشنطن، الميادين.
الرئيس السوري بشار الأسد كان قد أكد أن أنقرة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي وصفه بالمجرم تعمل على تثبيت الإرهابيين في سوريا، وشدد في حوار مع صحيفة كرواتية على رفض الفيدرالية التي تشكل بداية للتقسيم، كما أشار إلى أن إسرائيل تدعم الإرهابيين في أماكن تقدم الجيش السوري. إنهاء الحرب على سوريا أمل يمكن تحويله إلى واقع من خلال مكافحة الإرهاب وإجراء المصالحات، موقف ضمن سلسلة مواقف عبر عنها الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة فيزنجليست الكرواتية. يقول الرئيس الأسد إن هناك تقدما كبيرا في محوري مكافحة الإرهاب والمصالحات في سوريا بالدرجة الأولى، يؤكد خلال المقابلة رفضه للتقسيم معتبرا أن أغلبية السوريين لا يقبلون موضوع الفيدرالية لأنها موضوع مفتعل الهدف منه الوصول إلى حالة مشابهة لحالة العراق. بالنسبة إليه، كل تدخل لأي جندي كان ولو كان فردا واحدا من دون إذن الحكومة السورية هو غزو، ويدخل في الإطار ذاته التدخل عبر الأجواء السورية. الرئيس الأسد وفي المقابلة اعتبر أن المعارضة المعتدلة هي عبارة عن خيال أو وهم باعتراف مسؤولين غربيين بينهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. حول تركيا، قال الأسد إن من وصفه بالمجرم أردوغان يهيئ كل الظروف لدعم ولتثبيت الإرهابيين في سوريا، قائلا إن تركيا لا تسمح بالسيطرة على الحدود. وبرغم عدم وجود إحصائية للإرهابيين، يقول الأسد إن عددهم في سوريا يتجاوز 100,000 كحد أدنى. يقاتل الإرهابيون وفق الرئيس السوري لمصلحة إسرائيل التي تتشارك الأهداف مع تركيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا والسعودية وقطر وغيرها، مؤكدا في الختام أن لا خيار أمام سوريا سوى الانتصار. أعلنت هيئة أو أفاد مراسلنا قبل بعض الوقت بأن الجيش السوري أفشل محاولة المسلحين التقدم باتجاه نقاطه في تلة زويقات بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وكانت هيئة تحرير الشام أطلقت فجر اليوم عملية أطلقت عليها اسم فإنكم غالبون ضد مواقع الجيش في جبهة ريف اللاذقية. وفي دير الزور أحكم الجيش السوري سيطرته على تلال الحاكمة وهي تلال هلال الدشم ميلاد على الاتجاه الغربي في دير الزور. وأفاد الإعلام الحربي بأن الجيش السوري استهدف تجمعات للتنظيم في محيط منطقة المقابر والمعامل ومحطة المياه. وفي ريف حما الشمالي يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد الجماعات المسلحة، وقد استعاد بلدة طيش وتلتها التي تبعد 3 كيلومترات عن حلفاية، كذلك صد هجمات عديدة لمسلحي نصرة والفصائل المتحالفة معها باتجاه معردس. وإلى ريف رقة الغربي، حيث أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن السيطرة على قريتي الصفصافة الشمالية والجنوبية الواقعتين شرق مدينة الطبقة. جاء ذلك بعد اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش. بهذه السيطرة تكون قوات سوريا الديمقراطية قد حاصرت مدينة الطبقة بشكل كامل.
إلى العراق، حيث أفاد مراسلنا بأن القوات العراقية حررت حي اليرموك في الساحل الأيمن للموصل. وأفاد مراسلنا بأن القوات العراقية صدت كذلك هجوم لداعش عند الشارع الرابط بين محطة القطار والعقيدات في الموصل القديمة. وكانت هذه القوات قد حررت حي المغرب في الساحل الأيمن للموصل بعد معارك عنيفة مع داعش. الله. ونبقى في الموصل، حيث نفى مراسلنا ما تردد عن سقوط مروحية عراقية، وأشار إلى أن خزان وقود سقط من الطائرة، وهو ما أظهرته مشاهد خاصة للميادين. عنده ينزل شيء، انتبهت كذا مرة، شنو بدها؟ انفجار غريب، لا هو طاق هيك، لا هو انفجار وينزل شنو صاروخ، هذا موجه. لا مراسلنا أفاد كذلك بأن قوات الحشد الشعبي صدت هجوما لداعش على منطقة الحراريات في بيجي وقتلت 4 انتحاريين. وعلى خط آخر، واكبت كاميرا الميادين العمليات على الأرض غرب الموصل ورصدت الاشتباكات لتحرير المناطق المحيطة بقرية الريحانية قبل دخولها. الزميل محمد فهد والتفاصيل. الآن نحن بانتظار تقدم قوات الجيش العراقي باتجاه قرية الريحانية، الآن الاستعدادات تجري. اشتباكات مباشرة من منزل لآخر في أطراف قرية الريحانية بين الجيش العراقي وعناصر تنظيم داعش. الضغط على مكانات والتي تؤدي إلى تل أحفر وإلى سوريا. يلا لواء 71 جيد. استتر. سبعة ما. محمد الفهد، غسان نجار، من غرب الموصل، الميادين. وينضم إلينا من الساحل الأيمن للموصل مراسلنا عبد الله بدران. عبد الله، اطلعتنا على كافة معطيات الميدانية حتى الساعة لديك، وأين أصبح تقدم القوات العراقية في الساحل الأيمن للموصل؟ نعم دينا، القوات العراقية هي الآن تقاتل في محور غرب المدينة بعملية التفافها، وهي تعزز وجودها العسكري. والقوات العراقية في هذا المحور هي منذ يوم أمس كانت قد أرسلت تعزيزات من أجل أن تنفذ عملية مسك أرض لأهمية المحور وأن تدين اندفاعها ما بعد الوسم ألبان. شهدت العملية خرقا لداعش استغل فيه وجود المدنيين، استغل فيه حلول الظلام وشن هجوما عبر انتحاريين اثنين،
وعدة مسلحين، وبعد ذلك عُلج الموقف عبر طيران الجيش العراقي وعبر التعزيزات التي كانت أصلاً وصلت من فرقة مغاوير النخبة ولفرقة الرد السريع. القوات العراقية في أقصى غرب الساحل الأيمن من موصل دينا استعادت اليرموك الثانية، وهي بذلك تشرف على جبهتين على حيين. العملية طبعا نفذت على يد قيادة العمليات الخاصة الأولى والثالثة، استعادت معها نقطة مهمة، حققت تماساً مع المحور الغربي حيث الحشد الشعبي وشرطة الجيش العراقي الذي يشكل حدوداً عسكرية للساحل الأيمن لمدينة الموصل. عدة ضربات جوية نفذتها القوات العراقية، ضربات نوعية قبل بعض الوقت. كانت هناك ضربة لمخزن سلاح في شمال الكورنيش، كان هذا المخزن قد حول داعش إحدى خزانات المياه في مدارس المدينة القديمة لمخازن سلاح طاولها قصف من قبل الطيران الحربي العراقي. فيما تستمر في هذه الأثناء دينا عمليات طيران الجيش والمواكبة المستمرة لقطاعات الفرقة الثالثة وللفرقة الآلية والفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، وتحديدا ما بين قلب المدينة وضمن المحور الغربي محور الانتفاض غرب الموصل القديمة. نعم، إذن عبدالله بدران بالتأكيد سنعود إليك فور ورود أي جديد. شكرا لك مراسلنا من الساحل الأيمن للموصل تحديدا على مشارف مدينة القديمة عبدالله بدران. هذه النشرة مستمرة وفيها السيد إبراهيم رئيسي يدخل السباق إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية مرشحا عن التيار الأصولي. أهلا بكم من جديد. إلى فلسطين المحتلة، حيث قتل اليوم إسرائيلي وجرح آخرون في عملية دهس في مستوطنة عفرة شمال الضفة الغربية نفذها فلسطيني اعتقله الاحتلال. وذكرت معلومات أن القتيل الإسرائيلي هو جندي وأن بين الجرحى جنديا آخر في حال خطرة، وقد فرضت قوات الاحتلال بعد العملية طوقا أمنيا حول المكان. وتنضم إلينا من رام الله مراسلتنا نسرين سلمي. نسرين، المزيد من التفاصيل حول هذه العملية التي نفذت اليوم في فلسطين المحتلة، خصوصا يعني مع الإشارة لأن القتيل الإسرائيلي هو جندي، وهي ليست الحالة الأولى التي خلال هذا العام التي يصاب فيها جنود إسرائيليون خلال عمليات إن كان دهس أو إن كان طعن، والحالة العامة بشكل عام الإجراءات الإسرائيلية كيف تبدو؟ تفضلي. نعم، نبدأ من التطورات. أن قوات الاحتلال في هذه الأثناء قامت باقتحام بلدة سلوان مسقط رأس منفذ العملية مالك حامد، قامت بالتحقيق مع عائلته، وهي تتهم طبعا مالك بأنه ينتمي لحركة حماس وأن تنفيذ العملية جاء بأوامر من حركة حماس، خصوصا أن الحركة فعليا باركت العملية وقالت أنها استمرار لنهج المقاومة. طبعا الشبان في بلدة سلوان يتصدون لقوات الاحتلال في هذه الأثناء برشقهم بالحجارة، قوات الاحتلال ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع. حتى الآن لا حديث عن إصابات، لكنها قامت بإغلاق أيضا مداخل بلدة سلوان ويشار إلى أن مستوطنة أصلا مقامة على أراضي قرية سلوان المقابلة لها تماما، هي مقامة على الأراضي الزراعية للقرية. نعم. وعلى ما يبدو أن مالك حامد صباحا واستقل سيارة والده وكان قد قرر تنفيذ هذه العملية عندما استهدف الجنود الذين كانوا خلف المكعبات الإسمنتية وضعتها قوات الاحتلال تحديدا في مواقف الحافلات العامة الإسرائيلية، وضعتها لمنع عمليات الدهس، لكن هذه المرة أثبتت عملية مالك حمد أن المكعبات الإسمنتية لم تجدي نفعا وتسببت مقتل جندي وإصابة آخر وصفت طبعا جراحه بما بين المتوسطة والخطيرة. هو الجندي السابع منذ بداية العام
الذي يقتل على أيدي طبعا مقاومين فلسطينيين. طيب إضافة إلى ما ذكرتي نسرين، يعني الإجراءات الإسرائيلية لم تمنع ولم تحل هذه العمليات من تنفيذ هذه العمليات من قبل مقاومين فلسطينيين، الحالة العامة في فلسطين ككل، فلسطين المحتلة، كيف ينظر إلى هذه العمليات ابتداء بالشارع الفلسطيني على الصعيد الشعبي وأيضا على الصعيد الآخر على صعيد مستوطنين إسرائيليين، كيف ينظرون إلى هذه العمليات وأيضا السلطات الأمنية الإسرائيلية؟ يعني الشارع الفلسطيني يعيش حالة من فقدان الأمل، لا يوجد لديه أفق سياسي، لا يوجد أفق منظور لحل حالة قريبة. ومعظم هذه العمليات حتى يعني معظمها يكون بدافع ذاتي، معظم العمليات لم تثبت علاقتها بالفصائل الفلسطينية وإنما من شباب. الآن في هذه الأثناء في هذه الأيام تحديدا هناك حالة من الاستفزاز العام الفلسطيني بسبب أولا الأعياد الإسرائيلية والاقتحامات المتكررة والتجديدات على الحواجز العسكرية، هناك دعوات لاقتحام من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى وإقامة شعائر تلمودية بمناسبة عيد الفصح اليهودي في داخل باحات المسجد الأقصى، بالإضافة إلى الاقتحامات المستمرة اليومي للمسجد الأقصى، بالإضافة إلى عربدات المستوطنين في الضفة الغربية واستيلائهم على أراضي الفلسطينيين. هذه المستوطنة كما قلت هي واحدة من أكبر المستوطنات وهي مقامة بالضبط مقابل قرية سلواد وعلى أراضيها، وبالتالي هناك حالة من الغضب يحاول الشبان التعبير عنها من خلال هذه العمليات. إسرائيل تعترف بأنها لا تستطيع التصدي لمثل هذه العمليات لأنها ليست مخططة، على الأقل معظمها ليس مخططة، لا تستطيع التنبؤ بها. لكن هناك طبعا قالت هذه الأيام تحديدا أن هناك إنذارات أمنية بسبب اغتيال طبعا شهيد القتال، والشيء الآخر هو الأعياد اليهودية. إذا نسرين سلمي مراسلتنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. ونبقى في فلسطين المحتلة، حيث كشف جنود إسرائيليون نجوا من كمين أنصارية في جنوب لبنان الرعب الذي عايشوه في ذلك الهجوم قبل 20 عاما. تقرير منال إسماعيل. في لحظة واحدة وفي الظلام الحالك وفي العمق اللبناني، وجدت قوة الكوماندوس البحري الإسرائيلي المعروفة بالشياطة 13 نفسها في كمين محكم لعناصر حزب الله، إنه ما بات يعرف لاحقاً بكمين أنصارية عام 97. هذه هي أول مرة تطلق علي النار فيها، لم أخبر شيئاً كهذا، إنه كالأفلام تماماً، إنه شعور صعب. 20 عاماً مرت على كمين أنصارية لم تكن كافية لتمحو لحظات الخوف والرعب التي خبرها جنود الكوماندوس البحري تلك الليلة. الشعور الذي لم أعتقد بأنني سأواجهه، إنه العجز والإحباط، لقد حصلت على ختم لبقية حياتي، هذه العملية سترافقني على ما يبدو حتى يومي الأخير. 16 جندياً إسرائيلياً خرجوا في مهمة إلى قرية أنصارية اللبنانية، لم ينجوا منهم إلا 5. 5 تنقطع أنفاسهم وترتعد أرجلهم عندما يروون لأول مرة للقناة الثانية شريط الذكريات من حادثة أنصارية. أذكر انفجاراً ضخماً، كنت ممدداً على الأرض وسمعت أصواتاً تصرخ أمي أمي. ما كان في ظن الجندي الإسرائيلي من تصور البطولة انكسر عند أعتاب أنصارية، ليبقى هناك أمام عناصر حزب الله عاجزاً ومن دون حيلة. شعرت وعلمت بأنهم سيقتلوننا جميعاً. أنت مقاتل شياطة سوبرمان الذي كنت عليه قبل ربع ساعة، لم تعد كما كنت. ما بقي شهادات لم أسمع لها مثيلاً، مقاتل يتحدث عن اللحظة التي تحول فيها فجأة من رامبو يستطيع القيام بأي شيء إلى شخص من دون حيلة. عناصر حزب الله كانوا بانتظارنا، يؤكد الجنود الإسرائيليون ما أعلنه الأمين العام لحزب الله سابقا، هي حقيقة خبروها ولم يرغب أحد في إسرائيل بالاعتراف بها. قلت لأحدهم لقد كانوا بانتظارنا، وكل رواية أخرى هراء لقد أدركت ذلك سريعا، هم بدأوا بإطلاق النار لحظة الانفجار.
مراقبون قالوا إن عملية أنصارية كانت الكارثة الكبرى للجيش الإسرائيلي في لبنان، هي خلقت إدراكا متأخرا بأن كل مزاعم الشجاعة والبطولة في العالم لا تستطيع أن تمحو الألم جراء الثمن الباهظ الذي دفعته إسرائيل هناك تلك الليلة. إلى روسيا، حيث تم قبل قليل إخلاء مبنى في سان بطرسبورغ بعد دوي صوت انفجار وانهيار جزء من واجهة المبنى، وكان قد تم إبطال مفعول عبوة ناسفة في مبنى سكني في المدينة. سبق ذلك انفجار في مدينة روستوف أسفر عن إصابة شخص بجروح. وأفادت مصادر أمنية بأن الانفجار الذي وقع قرب مدرسة في تلك المنطقة نجم عن جسم مشبوه، وقد توجه فريق تحقيق إلى مكان الحادث لمعرفة طبيعة الانفجار. وللمزيد ينضم إلينا من موسكو مدير مكتب الميادين في هناك سلام العبيدي. سلام، لو أطلعتنا على المزيد من التفاصيل حول هذا أصوات هذه الانفجارات أو هذا الانفجار الذي سمع في مدينة سان بطرسبورغ. مدينة الواقع لم يتأكد لدى وقوع انفجار في المبنى في مدينة سان بطرسبورغ، والحقيقة نعتذر عن رداءة الصوت من المصدر ونتابع في هذه النشرة. أعلنت وكالة فارس الإيرانية أن المدعي العام الإيراني السابق السيد إبراهيم رئيسي قبل الدعوات المطالبة بالترشح للانتخابات الرئاسية. ممثل السيد رئيسي في الجبهة الشعبية لقوى الثورة صولة مرتضوي أكد أن رئيسي سوف يقدم برنامجه الانتخابي قريبا. والآن إلى أخبار الاقتصاد مع زميل عبد الله ظاهر. عبد الله، مساء الخير. تفضل. شكرا. أهلا بكم. دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الحكومة الصينية والشركات إلى الاستثمار في لبنان ولا سيما في البنى التحتية، مشيرا إلى دور كبير ستلعبه بيروت في عملية إعادة إعمار سوريا بعد الحرب كنقطة ارتكاز للمستثمرين. كلام الحريري جاء خلال مؤتمر طريق الحرير حزام واحد وطريق واحد، حيث شهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين لبنان وغرفة طريق الحرير للتجارة الدولية تهدف إلى تعزيز دور لبنان كممر تجاري ومعبر للصين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. توقع وزير الزراعة السوري أحمد القادري أن تنتج بلاده 1,170,000 طن من القمح المحلي في الموسم الحالي، بزيادة 1,000,000 طن تقريبا عن محصول العام الماضي. وكان محصول القمح السوري قد انخفض العام الماضي إلى أدنى مستوى في 27 عاما بسبب الحرب والجفاف. وتحاول مؤسسة الحبوب توقيع اتفاقات لاستيراد القمح الروسي، لكن لم تصل أي شحنات حتى الآن، علما أن 1,169,000 هكتار من القمح زرعت خلال الموسم الحالي. نفى وزير البترول المصري طارق الملا الشائعات عن وقف المفاوضات بين بلاده والعراق لاستيراد النفط، وأكد الملا استمرار المساعي لاستيراد 2,000,000 برميل من النفط الخام شهريا. وكانت مصر قد اتفقت مع العراق في شهر شباط فبراير الماضي على استيراد 2,000,000 برميل بدءا من أول آذار مارس، لكن الاتفاق لم يوقع لأسباب غير محددة، علما أن مصر كانت تسعى لتأمين مصادر بديلة عن أرامكو السعودية التي أوقفت إمداداتها لمصر في تشرين الأول أكتوبر قبل أن تعود إلى إمدادها ب 700,000 طن شهريا في آذار مارس. تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن العام الماضي بنسبة 4% ليصل إلى دولار ونصف مقارنة مع مستواه عام 2015 بحسب البنك المركزي الأردني. صناعيون قالوا إن حالة الترقب من قبل المستثمرين مع استمرار توتر الأوضاع السياسية التي تحيط بالبلاد أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية. عرض وزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس مع المبعوث الأمريكي جايسون غرينبلات خطته المتمثلة بإقامة جزيرة صناعية مقابل قطاع غزة وبتشييد خط سكك حديدية يربط حيفا بالأردن ومن ثم بالسعودية ودول الخليج. كاتس قال إن الجزيرة قبالة غزة تعطي القطاع تواصلا اقتصاديا مع العالم تحت العين الإسرائيلية والدولية وتحافظ على ما وصفه بأمن إسرائيل.
وأكد كاتس أن دولته تجري اتصالات مع دول عربية وأن فكرة القطار ليست غريبة عليهم، معتبرا أنها ستسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي وتساعد في تعزيز المحور الذي يواجه المحور الشيعي الذي تقوده إيران على حد تعبيره. ستبدأ شركة قطر للبترول مع إكسون موبيل أعمال الحفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل الجنوبي لقبرص في المنطقة 10 وذلك عام 2018. ووقعت قطر للبترول عقدا للتنقيب وتقاسم الإنتاج مع الجزيرة المتوسطية في إطار سياستها للتوسع في الخارج ومنافسة الأمريكية والأسترالية. ويبدو أن التنقيب في حوض البحر المتوسط بات أكثر جاذبية منذ اكتشاف حقل جديد هو حقل ظهر قبالة سواحل مصر في عام 2015. اكتشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والشركة الإيطالية إيني حقل غاز جديدا يبعد نحو 140 كيلومترا عن العاصمة طرابلس، ويبلغ معدل اختبار الانتاجية نحو 8 ملايين قدم مكعب من الغاز و800 برميل مكثفات كل يوم في الطبقة العلوية. أما في الطبقة السفلية فيبلغ 10 ملايين قدم مكعب من الغاز و760 برميلا من المكثفات كل يوم. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة، نشكر لكم حسن المتابعة. 5:30 مع المزيد من أخبار الاقتصاد. عودة لك دينا. شكرا لك عبد الله. تتواصل في إيران البطولة الدولية 12 للروبوتات، وتترافق مع معرض لإنجازات حققتها إيران خلال الفترة الماضية على هذا الصعيد. حازم كلاس والتفاصيل. هنا تقام بطولة إيران الدولية للروبوتات بنسختها 12. 378 فريقا من 14 بلدا يشاركون في إيران روبوكاب 2017. فرق من الولايات المتحدة والهند واليابان والصين وكوريا الجنوبية وألمانيا وهولندا وبريطانيا وغيرها. باتت تشكل البطولة محطة أساسية على جدولها بمسابقاتها المختلفة، ولا سيما كرة القدم. أنا متفاجئة تماما، فالبطولة ضخمة ومميزة، ورغم مشاركة اليابان دائما إلا أنها المرة الأولى التي أشارك فيها. البطولة تتطور عاما بعد آخر، وأعتقد أن الفرق الإيرانية وصلت إلى مستويات متقدمة في هذا المجال المعقد. كرة القدم حتى في الروبوتات هي الأكثر شعبية على ما يبدو، لكن لابد أن تجذبك روبوتات نزع الألغام والإنقاذ. عالم يتطور سريعا، حتى ربة المنزل ربما تستغني قريبا عن هموم الدار لصالح هذا الروبوت. بخطوات متسارعة تعمل إيران على الاستفادة من علم الروبوتات لتحقيق ما تحتاجه، وأبرز ذلك الاستفادة من السيارات الكهربائية. سيارة باراكس أول سيارة هبريدية إيرانية، هدف القائمين على تصنيعها هو توطين صناعة هذا النوع من السيارات الذي يعمل بالوقود والكهرباء، وهو ما يزيد سرعة وتسارع السيارة ويقلل من استهلاكها للوقود. لكن الأبرز في هذا المجال إيرانيا هو سيارة يوز الكهربائية بالكامل، التي أعلن عن بدء ترقيمها لدخولها الأسواق في إيران بمواصفات لافتة. إيران تمكنت من الوصول إلى هذا من خلال توفير الأرضية اللازمة للمبتكرين والمخترعين والباحثين، ونحن على استعداد للتعاون مع الدول الإسلامية في هذا الإطار. علم الروبوتات يضمن خفض الأسعار للسلع، ولهذا نهتم به كتكنولوجيا حديثة. وحاليا نعمل على تطوير روبوت إطفائي وروبوتات صغيرة متناهية الدقة للاستخدام الطبي في العمليات الجراحية. دراجة نارية كهربائية ووسائط تنقل أيضا وروبوتات طائرة، إضافة إلى العديد من الروبوتات المتنوعة تجدها هنا، أو في عقول جيل صاعد يحلم ويجهد لتوظيف الآلة في خدمة الإنسان. حازم كلاس، طهران، الميادين. والآن إلى فقرة الرياضة مع الزميل عبد الرحمن عز الدين. عبد الرحمن، صباح الخير. صباح النور دينا. خطر. شكرا لك.
أهلا بكم مشاهدينا. حلم التتويج بالثلاثية يراود عشاق يوفنتوس بعد التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا للمرة الثالثة على التوالي، برغم خسارته أمام نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف النهائي. يوفنتوس واجه نابولي في ملعب سان باولو للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وفي المواجهتين فشل اليوفي في الفوز على خصمه العنيد، إلا أن رجال المدرب ماسيميليانو أليغري حققوا الأهم بعد بلوغ النهائي لمواجهة لاتسيو، مستفيدين من فوزهم ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف. غونزالو هيغوايين تألق أمام فريقه السابق وأحرز ثنائية، فيما سجل ماريك هامسيك وداريس مارتينيز ولورينزو إنسيني ثلاثية نابولي. بعد أيام من تتويجه بكأس الرابطة الفرنسية، وصل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقب كأس فرنسا والتحق بموناكو وأنجي وغانغون في المربع الذهبي لكأس المحلية. الفريق الباريسي سحق أفرانش أحد أندية الدرجة الثالثة خارج أرضه برباعية نظيفة. الفرنسي حاتم بن عرفة حمل على عاتقه فك شفرة دفاع الفريق المغمور بعد أن صمد 35 دقيقة. النجم التونسي الأصل هز شباك أصحاب الأرض مرتين قبل أن يكمل البرازيلي لوكاس مورا والأرجنتيني خابير باستوري رباعية نادي العاصمة الفرنسية. حلم المشاركة الأوروبية يقترب من لايبزيغ بعد أن أحكم قبضته على المركز الثاني بفوزه على مضيفه ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الوافد الجديد إلى الأضواء الألمانية فقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري المحلي بعد أن وصل الفارق مع بايرن المتصدر إلى 10 نقاط، لكن طموح حجز تذكرة أوروبية يدفع لاعبي لايبزيغ إلى مواصلة انتصاراتهم. مارسيل سابيتسر وتيمو فيرنر ونابي كايتا سجلوا ثلاثية الضيوف، فيما أحرز بوستارا وموتو ثنائية أصحاب الأرض. الاشتباكات بين الشرطة البرازيلية وجماهير يونيفرسيداد دي تشيلي تطغى على مواجهة الضيوف مع كورينثيانز في ذهاب الدور الأول لبطولة كوبا سوداميريكانا. الاشتباكات اندلعت بين شوطي المباراة ما تسبب بتأخر انطلاق الشوط الثاني. أصحاب الأرض لم يتأثروا بالأحداث ونجحوا في تعزيز تقدمهم في الشوط الثاني عبر جاتسون بعدما سبقه زميله رودريجينيو إلى افتتاح التسجيل في الشوط الأول. كورينثيانز سجل بداية مثالية في البطولة وأنهى المباراة بهدفين من دون مقابل. في دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين، لبرون جيمس يقود كليفلاند كافاليرز إلى استعادة صدارة القسم الشرقي بعد الفوز على بوسطن سيلتكس ب 114 نقطة مقابل 91. الملك تعملق أمام جماهير السلتك ونجح بإزاحتهم عن عرش الصدارة بعد إحرازه 36 نقطة مع 10 متابعات و 6 تمريرات حاسمة، وأضاف كايري إيرفينغ 19 نقطة و 5 تمريرات حاسمة. إصرار الكافز على الفوز بدا واضحا خلال المباراة من أجل الحصول على أفضلية اللعب على أرضه وبين جمهوره في مرحلة الإقصائيات. متابعة واحدة حرمت راسل ويستبروك من كتابة تاريخ جديد في NBA والانفراد بالرقم القياسي كأكثر لاعب يحقق ثلاثية مزدوجة في موسم واحد، فبعد أن عادل رقم أوسكار روبرتسون بتحقيقه 41 ثلاثية مزدوجة، فشل ويستبروك في تخطيه خلال مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر ومنفس غريزليز. ويستبروك أحرز 45 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات. نجم أوكلاهوما قاد فريقه إلى فوز صعب خارج الديار بعد إحرازه ثلاثية قاتلة قبل 14 ثانية على نهاية المباراة. ومع الأنباء مشاهدينا نختم أخبار الرياضة ونعود وإياكم إلى دينا. شكرا لك عبد الرحمن. والآن إلى العناوين. هو توقيت هذه الحملة الظالمة على سوريا. سوريا تتهم تركيا بمد المسلحين بالأسلحة الكيميائية، وموسكو تنفي استخدام دمشق مثل هذه الأسلحة، والأمم المتحدة تشدد على تقصي الحقائق قبل الاتهام. (تصفيق)
الجيش السوري يحكم سيطرته على تلال الحاكمة غرب دير الزور ويحبط هجمات المسلحين بريف اللاذقية الشمالي. القوات العراقية تحرر حي اليرموك في الساحل الأيمن للموصل. والميادين تواكب عملية الحشد الشعبي لتحرير ريحانية غرب المدينة. ومقتل إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية دهس في الضفة الغربية نفذها فلسطيني اعتقله الاحتلال. وفي الظهيرة كان بعد 20 عاما من كمين المقاومة في أنصارية جنود إسرائيليون ناجون يروون المعركة كانت من أكبر الكوارث على إسرائيل. المزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net والميادين بالإسبانية لمتابعينا باللغة الإسبانية بالإضافة إلى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.